تضرب وتبقى في دارها. قال شنو على صغارها لا 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 شوف 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 تصفيه في الصغار. صغاري لازم يتربوا عندي. الحاله هذه انا ما نرضاش راح شكون يضربني. هز دبشي نمشي لميمتي نبعث له العدل المنفذ نبعث له المحامي قول له خاي انت ضربتني انت تجرأت بصير شكل كفل باش تاكلوا عقب. وانت انا نشوفها كيفاش تقعد معاه تطيح قدر وكتيح القدر وفات العيشه هذاك علاش كل واحد على روحه خير. حتى انا على ذيك نشوف الاحترام كان يحترمك من الاول امبوسيبل باش يهز يده نهار يتجرأ حتى باش يقول لك كلمه خايبه. وكيما بالرسم كان عبد تعيش مع حياتك الكل ويوصل يتيح القدر المراه مش كيما الراجل توصل تكر وراه. لو كان هو ضربك هو ضربك ومن بعد راجع نفسه لقى روحه غلط وجا طلب السماح تسامحه ولا لا؟ ما يمسش الناس الكل تغلط بين سامحه مره اما مره ويقعد معناها حياته الكل هكا هكا بيا معناها ينسي تكلم له غالي ينسيني في هذاك الكل. اما كيمشي يقعد معناها يتبدل كومبليت مو 2000 درجه مش حتى شويه يعوض لي هذاك الكل وشوف نسامحه وشوف لي. انت لو يطلب منك السماح بعد ما يضربك تسامحه؟ انا والفازه اللي صارت معناها انا وال شد فتقك من بعضك تسامحوا؟ لا فتقني شو مازال فيها سماح حتى من با كف بركة سيبا سيي ما عادش فيها. لا تي انا 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 توصل تقولي كلمة خايبة هكا ما بين حتى اصحاب ولا فامي نقطعهم. لا لا يعملها مرة يعملها الف عندي انا لا امبوسيبل ما نرجعلوش وما نحكيش معاه. بدو بيتقص الدنيا كل الدنيا الكل هاو انت عملتها المره لولا اش وصلك تعمل فيه مش مخ وصل عملها مره باش يعملها الف مره ولي وكان سمحت مره باش يتمادى على كل مره هذيك وفي كل مره يطلب مني السماح باش يركز على حنيتي انا وكذا اللي انا باش نسامحه الف مره سو مانيش باش نسامح مانيش باش نسامح وكحا كل حد على روح من فم البير ولا من قاعه يضرني قصر العداله باش تعبى بعدكم انتم ان شاء الله يا عند ربي. العنف ضد المرأة ليه؟ من لف؟ سيدة راه نقول لك علاش فما حاجة أخرى راه مش هكاك هو يقوم يضربها راه ليه ما توصلش قبيحتها زيدة راه كامرأة أنا نقولها كاني مرأة عندنا قبيحة ولسان يا خاي اللي نجمنا يجي حاسة بالرسمي المرأة تخرج الرجل من سينته هذيك علاش أنا قلت لك أنا لازم يصبر كان يحبها يصبر يدعي ربي وكها وفما دعاء يقول يا ربي اهديها هو عرس باش يتهنى ولا باش يدعي ربي؟ يعرس باش يدعي ربي هو ديجا ما عرس بهكر ما دعا ربي باش تكون ملكه صح ولا لا؟ كهو ماله ومن بعد هي يدعي ربي باش يولي ملكه ومن بعد يدعي ربي باش يصبر باش ربي يهديها ويصبر معاها مادام ماله مادام هي اللي لازمها تصبر وهي امان رد بالك ودارك وصغارك وكذا علاش كان هي تصبر حتى هو لازم يصبر. الكلمه اللي تسمعها على المراه ما هو صغيرتك ميمتي ما هو مان ميسالش ما يبقى كان تهني هني على روح يعطيك هنيه ان شاء الله تهبط عليك قصفه تجيك ما بين العينين. انا اللي قولي لي الكلمه هذه نبع عليكم ما تقولوها ليش انا راجل يزيدوا عليا تي انا امي ما ضربتنيش نعم شنو هي دارنا انت وحضروا برشا بعد عرس. سؤال اخر لو يتقدم لك واحد بسيط ومتربي ومتخلق في نفس الوقت يتقدم لك واحد غني ومتربي ومتخلق شكون تختار؟ اللي باش نرتاح معاه اللي باش نرتاح معاه اللي نحس روحي انا مرتاح معاه والله ما مشيش بالفلوس انا مشيش اللي يعرف قيمه المراه هذاك واش يرتاح معاه قيمتي عندي خلطتها من الزوج لقيتها من الزوج نفس الكاركتير ونفس التربيه واحد يبان اللي هو يمثل واللي يبان يمثل باش يشلق على روحه وانت باش تكون مع الانسان اللي ارتاح له قلبك اكثر اللي يحبك اكثر وكونوا مع اللي يحبكم اكثر امان على خاطر بعدك راهم يتقلبوا بعد العرس من نوع اللي تشرط على الراجل انت صيغه صفراء وصيغه بيضاء والدنيا ذيك انا لو كان هو راجل مثال فرضا ما عندوش بخاتم انا نرضى خاتم نرضى المفيد هو يكون راجل ما هوش راجل لكلهم ليه ما نرضاش كيفها بخاتم اما في المستوى ما تكون هو في المستوى مش باش نشرط عليه اما شكون في المستوى عطيني الميكرو تنقل باه نجم نحكي باه شوف بحكم توا صبا
فردة وخاتم مرحبا. حاجة سامبل المهم لهلي. سامبل المهم مش شكك جاي تدلوح في دي. لهلي ما يجيب حاجة معقولة ومرحبا بيه. ما قلقنيش انا. ما تشوف واحد مالي عيني. قد طاقته معني مش باش تطلب منه اكثر من طاقته. انت اللي قبلت بيه لا تعرف امكانياته هذاك علاش ما تتشرطش عليه وكهو. زاد انا نشوف صحيح ما عندكش والكل اما كي يحب يفرحك يخدم ليل نهار باش يوفر لك يوفر لك. سؤال اخير عرست واكتشفت بعد العرس اللي راجلك بخيل قرناط جيفة قرنا كاو الله لا يسترنا الله يسترنا. انت ما عادش تقعدي وحدي الكاو كل واحد على روحه قصة معاه شني بخيل ما يداويش وخايف ايه ولا يداوي المرأة اللي تعرف تداوي تداوي ولا المرأة اللي تعرف تداوي تداوي والله ما بالاصل لا يتغير هو بخيل سو بخيل انت من الاول تشلق بيه هو بخيل ابعد عليك من الكازي مش في الدار عندي مثال في لا فامي عندي امور فرنسا من عبس عندي في مثال اما والله لا تداوي مسكينة لطاوة تعاني ربي عينك يا تبتاع ما يداويش ما يص نورمال ما يوصلوش للعرس خاطر ظهره هو ملو باينه اي زعما ما نسكتش نعمل له عركه نفهمه ملو اللي يلزم هكا وهكا قولوا انت كنت تحبني تعمل لي وتجيب لي هكا وهكا وراك جيت تحبني معني ما تحرمنيش كاين هو تبدل ومعنيها وكين هو تبدل ومعنيها بالرسمي معنيها خاطر نجم يكون هو تربى كيكا ينجم يثيلبوه ولا العائلة اللي كان معاها ربيوه على الفرنك معنيها أكيني ينجم يكون هو معنيها تبدله بشوية بشوية منتاليتي تعم واخو تبدله بشوية بشوية كين تبدل يثيلش ما تبدلش كي تكبس شوية وتقول له هكاهو كين هو يحبك طاو يتبدل سير ويتنحى نعكسوا الآية تاخذ رجل وتكتشف اللي هو مصروف جي يده مفرطه وشاريته ما تشدش 5 ايام لا ما تداويه هذيك كي تبدا مرا حكيمه انا واحده من الناس انا اللي نخدم بيه شطر شهريه تمشي لامي وشطر اللي خديته انا يمشي للبنكة والباقي نصرف شاريت الراجل تلعب لها لا هذيك هو يعني انت حسب تربيتها لي هذيك باش تمشي بيه ليه لازم واحده مفلفله اذا تكبس شويه على المصروف يحط فما حاجات ما تستحقش المصروف الحق بطبيعه كيف هم يحبوا يبنيوا حياتهم القديم اكيد باش زوز يحاولوا ياخذوا قرار انهم يقفوا مع بعضهم ونقصوا من المصروف الزايد فك له شهريته وتحكم فيها انت مش نفك له شهريته نتحكم الشهر الاول الشهر الثاني شهريه ما تشدش 3-4 ايام نعاونوا مع بعضنا لا هي هذيك شهريته ملكه هو تعب عليها سو اذا كان هو حب باش انا نخبي له دار امان راني نقول يا فلان انت قابل روحك هكا كان ماكش قابل اجا تنتفهموا على موضوع انا نخبيك فلوسك وانت نتفهموا هكا وهكا وهكا كان حب اموره وكان ما حبش حاجه تخصه حتى هو